السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم لمتابعة آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونبدأها بالعناوين. بعد 12 يوما من البحث، فرق الحماية المدنية تنتشل جثة شاب مفقود جرفته السيول خلال الفيضانات الأخيرة في الجسر. تواصل تراجع قيمة صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية والخبراء يرجعون ذلك إلى اختلال الميزان التجاري وارتفاع سقف المواد الاستهلاكية الموردة. نقص متواصل للزيت النباتي المدعم بسبب احتكار هذه المادة رغم عمليات المراقبة وفق وزارة التجارة. بعد مجهودات تواصلت أكثر من 10 أيام، تمكنت فرق البحث التابعة للحماية المدنية صباح الأحد من انتشال جثة المفقود أحمد الميساوي الذي جرفته المياه خلال الفيضانات الأخيرة في وادي الصخيرة من منطقة العيون بولاية القصرية. بعد 12 يوما من البحث، تمكنت فرق البحث التابعة للحماية المدنية صباح اليوم من انتشال جثة المفقود أحمد الميساوي الذي جرفته السيول خلال الفيضانات الأخيرة في القسرين، وذلك بوادي صخيرة من منطقة العيون وعلى بعد 400 متر من مدخل بحيرة سد وادي البرك، وفق ما أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بالقسرين. وقد تم تحويل الجثة إلى المستشفى الجهوي بالقسرين لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. خدموا من 5 متاع الصباح للخمسة متاع العشية بجميع وحداتنا، بالتعزيزات تم توفيرها من الإدارة العامة، بفرق الغوص، بالأنياب، بالفرقة المختصة، بطيارة الدرون تم استعمالها عديد الأيام. أفون دو جور لقينا القشبية متاعو، فريق الغوص اغتص لوطة، وأحد أعوان الغوص تمكن من انتشال اللباس نتاعو الخارجي، هو كان لباس قشبيه، تعرفوا عليها الاهالي نتاعو، نحن خدمنا على المعطى هذا. اليوم تمكن اعوان الحمايه المدنيه تمكنوا من وجود الفقيد على اطرف الواد، الواد واطي والبحيره اعلى منه شوي، هذاك علاش صعبت لنا المهمه وجود وتواجد الماء بصفه مستمره. حتى لتو موجود الماء خلانا نعملوا 12 يوم من البحث المتواصل. وأفاد مصدر من الحماية المدنية بأنه تبعا لتوصيات اللجنة الجهوية للتوقي من الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، تم إعلام المتساكنين القاطنين بالتجمعات السكنية المتخمة لوادي البرك بين معتمديتي العيون وسبيبة بضرورة الابتعاد عن مجرى الوادي وتوخي الحذر إلى حين استكمال عملية تنفيسه. وبعدما خلفته الأمطار الأخيرة من خسائر مادية وبشرية، طرحت تساؤلات كثيرة عن الأسباب التي ربطها عددون باهتراء البنية التحتية، فيما أرجعها البعض الآخر إلى التغيرات المناخية. باحث تونسي قدم مؤخرا دراسة لخصت حسب تقديره الأسباب الحقيقية. فيضانات بين الفينة والأخرى في عدد من الولايات التونسية، وأمطار غزيرة غمرت معها الأخضر واليابس، سيول جارفة وخسائر مادية وبشرية. هذه التغيرات المناخية تواترت في المدة الأخيرة وأصبح نسقها متسارعا. كانت كل 10 سنين تجي فيضانات، توا في العام يعني يجو زوز فيضانات. أنا نرى أنه فما نوعين متاع عوامل، عوامل اللي كي ديكلونش لو بروبليم، يعني هي العوامل الطبيعيه، والعوامل كي اغراف لو بروبليم اللي هو الانسان بانه يعتدي على الطبيعه، بانه يبني في مجرى الماء. الطبيعه عندها حاجات، يعني هذيك السيكل نتاعها دور 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 ترجع لنفس الحاجه، والانسان عمل حاجات غلطه. قال يعني الفيضانات والامطار تبارك الله الغزيره اللي تهبطت على تونس بصفه عامه والوطن القبلي بصفه خاصه، يعني هذا ما في شك عامل طبيعي هو العامل الاساسي الفاكتور فوندامونتال، لكن هي ان فاكتور اغرافان اللي هو العامل الانساني، البناءات الفوضويه اللي صارت. الاستاذ منجي بورغو واحد من الجامعيين الذين بحثوا في الاسباب الحقيقيه وراء هذه الاضرار التي تلحق بالمواطنين مع زخات كل مطر، وفي محاضره ببيت الحكمه اكد ان الانسان وراء كل ما يحصل له، وان الدوره المائيه لا تحتل الا فضاءها الخاص، لكن
أن الإنسان يشيد بناياته في المسلك المائي الطبيعي، ناسيا أو متناسيا أن جفاف بعض المناطق لا يعني أن الماء لن يعود إلى مجراه الطبيعي حتى ولو بعد حين. الأسباب الطبيعية هي الأمطار الطوفانية الهامة، لكن الأسباب الأكثر هي الأسباب البشرية، هو أن الإنسان أغلب الأعمال التهيئة التي أصبح يقوم بها أصبح يقوم بها في مسار المياه الجارية. أغلب المباني الآن وأهمها موجودة على ضفاف الواد، على ضفاف المجاري. أغلب المجاري الآن أصبحت مبلطة، بحيث أن عملية جريان المياه أصبحت عملية سريعة، وعملية أيضا تسرب المياه أصبحت غير ممكنة بطريقة مبسطة جدا. ونقول أن الأودية اختنقت وتدافع عن نفسها فهي تفيض فيحدث الفيضان، فالأودية تريد أن تسترد بالقوة ما أخذ منها بالقوة. هذا وأكد الأستاذ منجي بودغو أن تونس عرفت 9 فيضانات كبرى، 5 منها حصلت منذ سنة 2000 إلى اليوم، كما دعا إلى تكثيف عمليات جهر الأودية ومنع المواطنين من استيطان الأودية وتحيين الخرائط للمسالك الطبيعية لها حتى لا يتم تشييد المباني فوقها. عديدة هي العوامل التي أدت إلى تراجع قيمة صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية خاصة الأورو والدولار، تتمثل أبرزها في اختلال الميزان التجاري للبلاد وارتفاع سقف المواد الاستهلاكية الموردة، وذلك وفقا لما أكده عدد من المختصين في المجال الاقتصادي. منذ أشهر عديدة يواصل الدينار التونسي بصفة مستمرة انزلاقه مقابل العملات الأجنبية، ما جعله يسجل تراجعا حادا في قيمته فاق 30% منذ جنف 17/2000 إلى اليوم، انزلاق في قيمة العملة الوطنية أثار تشكيات عدد من المواطنين أمام مراكز الصرف. الدينار متاعنا تو تحت الصفر برشا برشا برشا. بالنسبة لي أنا خاطر مش عايشة في تونس، بون يساعدني باش نجيب مثلا 50 اورو تولي لي 220 اي تو، مي بعد كي نمشي باش نقضي كل شيء نتفاجئ. خلال 9 أشهر الاولى نتاع سنه 2018 الدينار قاعد يشهد في انزلاق حاد جدا، مع تبلغ حوالي 14% مقابل الدولار وحوالي 11-12% مقابل اليورو. الانزلاق المتواصل في قيمة العملة الوطنية الذي تعيش على وقعه تونس على امتداد سنوات عديدة انعكس سلبا وبصفة مباشرة على تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، وساهم في ارتفاع معدل التضخم، خاصة أنه فما نسبة كبيرة من المواد الاستهلاكية في تونس هي مواد موردة، وكذلك على كلفة الانتاج عديد المنتجات الاستهلاكية المروجة في تونس باعتبار كونه مدخلات الانتاج يقع في عديد الحالات توريدها سواء كمواد أولية أو في إطار معناتها كمعدات للتصنيع. الانعكاسات نتاع انزلاق الدينار بطبيعة الحال المواطن قاعد يحس فيها في حياته اليومية، لأنه فما غلاء للأسعار، نسبة التضخم اليوم في نسبة في حدود 7.4%. علاش؟ لأنه هناك ما يعبر عنه بالتضخم المورد. وأكد متدخلون في الشأن الاقتصادي أن عوامل عديدة أدت إلى تراجع قيمة صرف الدينار مقابل العملة الأجنبية، أبرزها تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى حوالي 73 يوم توريد في سبتمبر المنقضي، وتواصل عجز الميزان التجاري نتيجة تفاقم حجم واردات البلاد مقابل صادراتها. نسبة العجز في الميزان التجاري لسنة 2017 وصلت 15,000 مليون دينار، فاقت 15,000 مليون دينار، يعني نسبة تغطية الصادرات للواردات في حدود 69%. هذا باش يكون عنده انعكاس على ميزان الدفعات. إلى حدود 9 أشهر الأولى متاع سنة 2018 نشاهدوا زيادة كذلك في توريد المواد الاستهلاكية في حدود 11%، إلى جانب معناتها في مستوى المواد الغذائية زيادة الواردات بحدود 20%، والزيادة هذه فما نسبة منها جاية من ارتفاع كلفة التوريد. وللحد من تراجع قيمة صرف الدينار التونسي أمام العملة الأجنبية، دعا المتدخلون إلى ضرورة العمل على التحكم في نفقات الدولة وتحسين ميزان الدفعات، وخاصة التقليص في معدل عجز الميزان التجاري للبلاد. المطلوب من أجل التقليص من العجز التجاري أولا لابد من التشجيع على استهلاك المنتوج الوطني والإقبال على المنتوج الوطني، لابد كذلك من زيادة مراقبة الواردات متاعنا وحصرها فقط فيما هو ضروري للصناعة الوطنية، معناتها هذا من جهة، ولابد كذلك من عمل على تطوير الإنتاجية وتطوير الصادرات. يعني فما عمل لتحسين
مناخ الأعمال وتحسين الاستثمار الخارجي وتحسين تحويل أموال التونسيين المقيمين بالخارج، هذا الكل باش يكون عنده انعكاس على مخزوننا من العملة الصعبة، وكي تحسن مخزونك من العملة الصعبة ويتحسن ميزانك التجاري وميزان الدفعات الدينار وقتها يرجع معناتها يستقر. ولتفعيل إجراءات تحسين قيمة صرف الدينار في تونس، شدد المتدخلون على ضرورة إرساء عملية إصلاح هيكلية وشاملة للأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد. الزيت النباتي المدعم مادة أساسية يمثل عدم توفرها في الأسواق مشكلا قديما متجددا. المشكل أرجعته وزارة التجارة إلى وجود تلاعب بهذه المادة رغم عمليات المراقبة التي أفضت هذه السنة إلى حجز 110 آلاف لتر من الزيت وتحرير 350 مخالفة في استعمالات مهنية غير مشروعة. هي رحلة البحث عن مادة زيت نباتي المدعم أو كما يسميه التونسيون زيت الحاكم، مادة أساسية قد تطول مدة البحث عنها وقد تقصر للظفر بلتر أو لترين فقط. فقنينة الزيت أصبحت صعبة المنال، حتى أن رحلة عدسة الكاميرا قد تواصلت لساعات لالتقاط هذه الصور. الزيت ما فماش، مناش قادرين نمشيو في البلاد نتاع قطاني ما فماش زيت صبب مستحيل باش تلقاه في تونس. مارشي رواني بيعوا فيه القدام لتر ب 18 مية. زيت فيه مشكل، انت عادي تو في الشارع تلقى براوتي يبيع في الزيت، اترت الزيت اللي هي مسعرها الحاكم كذا كذا تلقاه يبيع لك فيها ب 2000 وب 15 مية، وعجبك شري ما عجبكش خل يلفوا لك في جريده باش تهزوا باش العباد ما تشوفوش. جيت لا واش على زيت ما فماش زيت، لا زيت العظم الحليب دابوت زيت 20 فرانك تمشي تلوج مزود باش يعني جيريان وكليونات باش تخدم فما الزيت دور دور وتراو فيك الشهر دبر الزوت. كيف تجي تمشي للعطار يقول لك واحده زوز هكا هو ما تفوتيش خاطر ما فماش، فما زيت اما مش برشا، فماش طلبيه الكامله، فهمت؟ تقول له اعطيني 10 جاجوات يعطيك 4 جاجوات 5 جاجوات ما يفوتلكش، فهمت؟ والمواطن كي يجي مره الاولى يطلب دبوزه ومن بعد هيك كي راك عطيته الدبوزه يقول لك ما نزيد يدير ترا اخرى. نقص في توفر الزيت النباتي المدعم في الأسواق رغم أن الدولة تضخ سنوياً 165 ألف طن من هذه المادة، وهو ما ترجعه وزارة التجارة وفق مدير الأبحاث الاقتصادية فيها إلى وجود تلاعب بهذه المادة. كميات اللي موجودة يعني تفي بالحاجيات الاستهلاك وتغطي حاجياتنا وأكثر من الحاجيات نتاعنا، لكن معناها للأسف فما معناها تلاعب بالمادة هذية، معناها قاعدة تتوجه لغير الأغراض المخصصة لها وقاعد يتم استعمالها في مجالات مهنية اللي يمنحها القانون. اليوم التلاعب موجود في مختلف المسالك للأسف. ممارسات تواجهها وزارة التجارة بحملات دوريات على المطاعم ووحدات الصنع والطرقات، وهو ما مكنها من حجز آلاف اللترات من الزيت النباتي المدعم وتحرير 350 مخالفة في استعمالات مهنية غير مشروعة. في سنة 2018 تمكننا من حجز أكثر من 110 ألف لتر من المادة هذه، رفع أكثر من 300 مخالفة بمحلات على مستوى التوزيع، عندنا أكثر من 350 مخالفة في الاستعمالات المهنية الغير مشروعة، وكيف كيف عندنا تقريبا معناها تم منع قرابة 150 تاجر من التزود بزيت نباتي المدعم. ورغم مجهودات وزارة التجارة لتأمين التزويد بالزيت النباتي المدعم والتصدي لكل عمليات التلاعب والاحتكار، فإن المواطن ما زال يشكو قلة توفر هذه المادة في الأسواق. في الشأن الفلسطيني الآن، جدد الرئيس محمود عباس التأكيد أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون غزة، وشدد أن القدس الشرقية عاصمة فلسطين وأن القدس ليست عاصمة للدولتين، كما أن فلسطين والقدس ليستا للبيع أو المساومة. جاء ذلك خلال أشغال المجلس المركزي الفلسطيني الأحد في دورته 30 برام الله في الضفة الغربية، والذي ناقش عملية استهداف المشروع الوطني الفلسطيني والحقوق المشروعة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية. ميدانيا استشهد 3 أطفال فلسطينيين مساء الأحد جراء قصف إسرائيلي استهدفهم قرب الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة مع إسرائيل.
دعا وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الأحد إلى تحقيق شفاف في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إثر لقائه وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير خلال أشغال مؤتمر أمني إقليمي في العاصمة البحرينية المنامة. وأفاد ماتيس بوجود اتفاق كامل بخصوص التحقيق دون أي تحفظات على حد قوله. كان الجوبير قد وصف العلاقات بين الرياض وواشنطن بالمحصنة وسط ما وصفه بهستيريا إعلامية بشأن مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أن المسؤولين عن مقتل خاشقجي سيحاكمون في المملكة وأن التحقيق معهم سيستغرق وقتا. وفي البرازيل أغلقت مكاتب الاقتراع في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، ومن المتوقع أن يختار البرازيليون ضابط الجيش السابق غايير بولسونارو رئيساً للبلاد في تحول نحو اليمين في رابع أكبر ديمقراطية في العالم. ويأتي الصعود المفاجئ لبولسونارو حسب استطلاعات الرأي منذ الجولة الأولى بسبب الرفض الشعبي لحزب العمال اليساري الذي حكم البرازيل 13 عاماً من 15 عاماً الأخيرة، وأطيح به قبل عامين وسط أسوأ ركود وأكبر فضيحة فساد ورشوة تشهدها البرازيل. من أخبار الرياضة الآن، واصل النادي الرياضي صفاقس تصدره ترتيب فرق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ب16 نقطة بعد 6 جولات فقط إثر فوزه خارج ميدانه بهدف دون مقابل على الاتحاد المونستيري، سجله اللاعب فراس شوات في الدقيقة 37. شوات ما فماش تسلل في منطقة الجزاء، شوات يسدد والهدف الأول. أي أي أي، أولى أهداف المباراة فراس شوات. وكان اللاعب فهمي بن رمضان من اتحاد المنسير أضاع ركلة جزاء في أواخر المباراة لما تصدى لها حارس النادي الصفاقسي أيمن دحمان، وهكذا يبقى الاتحاد المنسير في أسفل الترتيب العام بنقطة واحدة. وفي مباراة أخرى بأولمبيراديس انهزم نادي حمام الأنف أمام الترجي التونسي بهدفين دون مقابل سجلهما اللاعبان هيثم الجويني في الدقيقة 21 وأنيس البدري في الدقيقة 32. وفي باقي المباريات انهزم الملعب التونسي للمرة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف لصفر أمام اتحاد بنجردان، كما انهزم أيضا النادي الإفريقي يوم السبت بهدفين دون مقابل أمام النادي البنزرتي، بينما تفوق اتحاد تطاوين بهدف دون رد على شبيبة القيروان، كما انتصر كذلك الملعب الجابسي في لقاء الأجوار بهدفين لصفر على مستقبل جابس. أما مباراة النجم الساحلي ونجم المتلوي فقد تأجرت بسبب الالتزام العربي لفريق النجم الساحلي. نهاية النشر، وهذا تذكير بالعناوين. بعد 12 يوما من البحث، فرق الحماية المدنية تنتشر جثة الشاب المفقود جرفته السيول خلال الفيضانات الأخيرة في القصر. تواصل تراجع قيمة صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، والخبراء يرجعون ذلك لاختلال الميزان التجاري وارتفاع سقف المواد الاستهلاكية الموردة. نقص متواصل للزيت النباتي المدعم بسبب احتكار هذه المادة رغم عمليات المراقبة وفق وزارة التجارة. وبإمكانكم طبعا مشاهدينا الكرام كالعادة متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا لحسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.